لو انت فاكر يا صديقي ان القنبلة النووية دي خطيرة، حبيت اجيب لك النهاردة قنبلة لا تقل خطورة عن القنبلة النووية. قنبلة هتخلي البشر يرجعوا مئات السنين لورا وتتوقف الحضارات والانجازات، كل ده هيرجع للخلف. القنبلة دي موجودة في روسيا وموجودة في امريكا وموجودة عند عم الكوكب. عم الكوكب صديق النجم، انا جاي اقول لك بس ما تنساش تعمل لايك عشان خاطر اعرف ان انت اتفرجت على الفيديو، كمان ما تنساش تعملها شير لكل اصحابك وما تبقاش بخيل بالمعلومه، عشان النهارده هنتكلم عن اخطر القنابل الحضاريه. توكلنا على الله. بص يا صديقي النجم، من بداية حرب روسيا وأوكرانيا وإحنا عمالين بنسمع عن حاجات جديدة وحاجات غريبة في الأسلحة، بس القنبلة بتاعت النهاردة ما فيهاش دموية. إزاي بقى يا هارون ما فيهاش دموية؟ هي مش اسمها قنبلة؟ حبيبي المستعجل، القنبلة بتاعت النهاردة بتأثر على التكنولوجيا، اسمها النبضة الكهرومغناطيسية. دي قنبلة بدأنا نسمع عنها وفيها أشياء تخوف جدا. تخيل يا صديقي إن أنت في القرن 21 وإيس فجأة مرة واحدة ترجع للقرن 18. قنبلة مش بتقتل البشر، لكن هتخلي البشر بدائيين لدرجة ان الولايات المتحدة خايفة منها جدا، وعارفين ان في حد متهور ممكن يفجرها في اي لحظة، ولو روسيا سبقتها وضربت القنبلة دي هتخلي امريكا توصل من الحضارة الى البادية. عشان تبقوا تتريقوا بقى على الناس اللي بتركب جمال كويس، هي حلاوة القنبلة مش بتموت البشر بس هتخلي البشر متأخرين. بص بقى صديقي، لو القنبلة دي اتضربت ممكن تأثر ازاي؟ تليفون وكمبيوتر وشرائح النحاسية كلها هتقف عن العمل فورا، اتصالات هتتقطع، مواصلات مش هتتحرك، والأسلحة هتبقى خردة حرفيا. الضرر الشخصي اللي ممكن تعمله القنبلة دي في واحد زي حضرتك ايه؟ تليفونك، تكييفك، تلفزيونك، الكمبيوتر بتاعك، الميكروويف، السخان، كل وحدات الإضاءة، كل شرائح الكهرباء من الآخر هتتدمر. هي مش هتفرقع ولا هتعمل أي حاجة، بس مش هيبقى ليها أي لازمة. عداد موجود بس مش شغال. حتى يا صديقي في أضعف الإيمان لما الكهرباء عندك بتيجي بتتقطع بيكون عندك حبة مخزون من الكهرباء موجودين في التليفون بتاعك، موجودين حتى في جنريتور صغير ممكن يولد لك أي طاقة موجودة في البيت، لكن كل ده هيقف والجنريتور تعمله حصالة وتحوش فيه بقى، وحياة الناس كلها هتبقى في خطر، والاقتصاد هيقع. جملة الاقتصاد هيقع دي عمالين بنسمع عنها كتير، بس المرة دي بقى مش الاقتصاد هيقع، الاقتصاد هيختفي. يا صديقي العزيز، ده في دول ممكن تقع اساسا اقتصاديا بسبب 5 دقايق اتقطعت عنها الكهرباء في المعاملات البنكية، ما بالك بقى البلد كلها هتبقى عاملة ازاي؟ ربنا يستر. تعالى بقى اقولك طريقة القنبلة دي بتتعمل ازاي، او بمعنى صح عشان احنا مش عارفين بتتعمل ازاي هي بتتضرب ازاي. دي بتنطلق عن طريق راس نووي، بس الراس النووي دوت ما بيعملش تفاعل كيميائي، لانه لو عمل تفاعل كيميائي اكيد هيضر البشر عن طريق الاندماج والانشطار النووي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات كتير وحضرتك كسلان ما بتتفرجش عليها. بس دي مش قصتنا خالص، احنا بنتكلم دلوقتي على القنبله بتاعتنا بتاعت الكهرومغناطيسيه. يا ريت تذاكرها كويس. هسالك في سؤال لاخر الحلقه. ايوه، وساعتها في الاندماج والانشطار دوت هتبقى قنبله نوويه عاديه جدا وهتاذي البشر. القنبله دي بقى ببساطه ممكن تترمي عن طريق طياره، ممكن تترمي عن طريق غواصه، ممكن تترمي حتى كمان من عن طريق سفينه. اقول لك بقى القوه بتاعتها بتبقى عامله ازاي. كفيله لو اترمت قنبله وزنها 10 طن على امريكا توقف كل الحركات الكهربائيه عندها. انا مش هبقى مبسوط، هبقى زعلان، بس هبقى عادي. ما السيرفرات كلها موجوده هناك عندهم بتاعت الفيسبوك، محدش هيتفرج عليا بعد كده ولا ايه؟ مش عارف، بس عادي كده كده احنا هنروح من بعد فين. وكل ده بيحصل بسرعه الضوء. لو حضرتك بس ما تعرفش سرعه الضوء اللي هي 300,000 كيلو متر في الثانيه، في الثانيه حضاره هتختفي. فتخيل بقى يا صديقي الدوله اللي هتسبق الاول وتضرب القنبله دي على الدوله الثانيه هي اللي هتكون فايزه، والدوله الثانيه هتكون هي اللي خاسره كل حاجه، الا في حاله واحده بس، لو عندها حاجات موجوده في الفضاء تقدر تبقى مساعده ليها في الارض. اليوم ماسك اجهز بقى. بس انا سمعت يا هارون ان الناس لما هتيجي تستخدم الاسلحه البدائيه ليها اسم كده. انا بشكرك جدا يا صديقي النجم، عشان كده هو ده سؤال الحلقه بتاعت النهارده، ايه اسم الحرب اللي هتحصل مستقبليا عن طريق
السيوف والرماح والمنجنيق. يا ريت بقى تكتبها لي في الكومنتات تحت عشان خاطر اعرف اللي انت مصحصح معايا. واخر حاجه، كان في رمز زي ده المفروض ان احنا حطيناه في نص الحلقه، ما تنساش تبعته على الانستجرام ده. لكم مني ارق التمنيات، كان معكم اخوكم احمد هارون. السلام عليكم، نستنى الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. انا عارف ان انا مقصر معاكم، بس يعني ايه، ما عشان كاس العالم والمغرب، احنا بنشجع المغرب دلوقتي، ربنا يكرمها ان شاء الله. بحبكم وعايزين حاجه. محدش معاه سندوتش جبنه؟ طيب سندوتش. طيب خلاص انا هعمل.